وأسأل الله الذي على العرش استوى لكل من سينشر هذا المقطع بين الناس أن يحرم الله وجهه عن النار، وأن يرزقه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يسعده ويحقق أمنياته. إخواني أخواتي، إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل من يشتكون ليلا ونهارا، إلى كل من حرموا لذة النوم والراحة والطمأنينة والهدوء، إلى كل من ذهبوا إلى المصحات النفسية، وإلى كل من يأخذون الحبوب المهدئة، إلى كل من يتمنون الراحة والسعادة والهدوء والطمأنينة، أين أنتم من كلام الله تبارك وتعالى؟ أين أنتم من التمسك بكلام رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ إلى كل من يسافرون هنا وهناك يبحثون عن السعادة، والله الذي لا إله غيره هنا السعادة. اقرأ القرآن بقدر ما تريد من السعادة، على قدر تعلقك بكلام الله تتعلق بك السعادة، على قدر ابتعادك عن هذا الكتاب تبتعد عنك السعادة. الواحد اليوم مستعد يقرأ 1000 رسالة في الجوال في الواتساب أو غيرها وما عنده استعداد يقرأ صورة من القرآن. يقول يا أخي عندي هم، كثير من الأخوات والإخوان يشتكون من الهموم والقلق والأحزان، كثير من الناس يعانون من الأسحار والحسد والعين، كم من الناس الآن يشتكون ليلا ونهارا. أين أنتم من كلام الله تبارك وتعالى؟ أين أنتم من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة وضع تحتها خط، وتركها حسرة وضع تحتها 100 خط ولا تستطيعها البطلة؟ هذه رسالة أوجهها إلى كل من يسمعني. حافظ على البقرة يوميا، يوميا حافظ على البقرة، خذها مني وحافظ يوميا على البقرة، ستجد أن حياتك تغيرت 120 درجة. عليك بالبقرة يوميا، تأخذ منك نصف ساعة. عليك بالبقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وننزل من القرآن ما هو إيش؟ شفاء ورحمة للمؤمنين. تعلق بكتاب الله تتعلق بك السعادة، وتسافر عنك الأحزان، ويأتيك الخير من كل مكان. إياك والتسويف، إياك والتضييع، إياك والانشغال عن القرآن، إياك وتضيع الأوقات دون أن يكون في ضمن جدولك اليومي قراءة للقرآن وجلوس مع هذا الكلام الكبير. أسأل الله تبارك وتعالى لكل من نشر هذا المقطع سعادة لا تزول، ورزق الله يحول، وجنة عرضها السماوات والأرض.